اتحداك المقلوب البطله والله كايفه. كان على هونك يا تقص. اغرف افصحلك. طيب طيب اغرفي لي يمه. يلا. بس والله اكل امي احسن من اكل ام. اكيد اكل امي زين بس والله مره لذيذه. هذا ما يمنع يمه انك تروحين عند الحرمه وتاخذين منها طريقه الطبخه بحيث انه يصير اكلك احسن من اول. كل وانت ساكت. امي في منتصف الجبهه. هوب العب هنا. والله ما تروح هنا تاكل خشب. والسادس هذا والسادس يا سلام عليه. احلى يا شيخ. يا شيخ سري لك. شوف اليد مكبوب على عصير. قم اللي بعده. انا بلعب معك. بس سلامات وش فيك؟ لاعب مع كلب. ايش عرفك بالماركات انت وطاقيتك؟ تقعد. أما عاد هذه موضة الحين. أم حق موضة. بلعب معك بس من تحدي، أوكي؟ وشو؟ الحكم الأول تاكل بيضتين، الحكم الثاني تحلق موس، الحكم الثالث تكمل شق في نيلتك ذي، أوكي؟ شيروا البث عيال. وين داخل بث تيك توك أنت وجهك؟ إي والله صادق. أجل من عشاء. تم، واضح أنك أنت اللي بتجيب العشاء، جهز دراهمك يا بطل. أقول بس لا تهايط. سلوقي ولا دبرمان؟ وشو؟ الكلب اللي عظمك. ستارت ستارت اضغط يلا. طيب ابشر. تقدروا تروحوا تاخذوا البريك حقكم وترجعوا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله، ايش بك يا ام رامي؟ انا اول مره اشوفك بالطريقه هذه سرحانه، رايحه جايه بتفكيرك، ايش بك؟ صدقي بالله. لا اله الا الله. تعالي تعالي اجلسي. انا بقول سبحان الله يخلق من الشبه 40. فاكر يا بنت قبل شويه اللي هو ساعه ما جاء ذاك الرجال اللي قاعد يزعق وخذوا الاكل والاكل بارد وما عارفه ايش، وكان جنبه واحد شاب بيدافع ويتكلم ويقول لا وما عارفه ايه عننا، فاكره؟ فاكرته. هي هي دي جوزي كرومي الله يرحمه الخالق الناطق، نفس الطخه تأكيد. نفس الشكل بس ايه بس انما هداك. اوريك 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 يمكن انت تحكمي اكثر. شوفي شوفي يا حبيبتي هذا كروم. سبحان الله فوله وانقسمت نصين. لا بس هداك ما عنده شنب، امرد وحليو. العب هجمتك مين؟ كسر له راسه يا عامر. القم هذا الرابع الهطف. لا عمر قم ثاني قم ثاني. لا احنا متفقين جوله واحده بس. ما هو بتيك توك ذا. اي صح صح يا اخي ما ادري ايش فينا انا مركز بثوث. طب اسمع اعطني 100 ريال وبروح اجيب لكم عشاء. سلامات ليش 100 ريال؟ بجيب لك اربع شاورما ب 20 ريال وانتهينا. لا يا شيخ وش نظام القعاطه ذي؟ اعطني 100 بجيب لكم مقلوبه على كيف كيفك كايفه. اوف مقلوبه من زمان ما اكلت مقلوبه. اعطيه فلوس بسرعه بسرعه خليني اجيب العشاء. طلع فلوسك يا محزوم. اخلص. ابي حبتين مقلوبه. كروم كروم تناديك انت 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 لا 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 انت تعال انا تعال. شكله الاكل عجبك حقنا. اي والله اكلكم كايف. انا اسمي عامر يا خاله. خلط عظمك ان شاء الله. انا اسمي دنيا. امرني امرني حبيبي ايش تبغى؟ ابي حبتين مقلوبه بس. عيوني لك. سلامات هذا طلبي. يا واد يا ولد هذا الطلب طلبه بالتلفون بس خلاص. عندك سناب؟ ايه عندي. ليش تبيني اسوي لي اعلان؟ ترى ما عندي متابعين. لا ما نبغى اعلان ولا شيء بس عشان يصير في تواصل بيننا واي طلب على طول عبي لك اللي تبغاه. طلبي وينه واخلص علينا يا اخي. الله يرجك رجيتني. انت كم دفعت؟
80 يا اخي خذ هذه 100 ريال وانقلع. لا اشوف خلقتك ولا عاد اجي هنا. روح الله يرجك. هذه ايده عندك سناب. والله شكرا يا عامر. مقلوبه زي اللهو. لو نيدانك بتجيب زي المقلوبه خليتك تهزمني من زمان. بس ايش اسم المطعم هذا؟ اسمه هم هم يا حلو. انا عارف اني انا حلو بس ايش اسم المطعم؟ درج انت. اسم المطعم هم هم يا حلو. معصوب وشكشوكة والفول داك المبخر والمطبق واللقيمات. تعال يا حبيبي والفطور على حسابي. خلاص بكرة بجي وبجيب العيال معي كلنا نفطر عندس. ايش شكله هذا؟ هذا مجنون ولا أهبل؟ كيف أفحمه؟ غبي. أسمع، لا أبغى خويانك ولا أبغى أخوانك ولا أحد ما يجي معاك. أبغاك بطولك، وإذا ما جيت مالك فطور عندي، فاهم ولا لا؟ طيب خلاص خلاص أبجي لحالي، بس أهم شيء أبجرب الفول المبخر ذا والمعصوب، ولا تنسين الشكشوكة، ترى أنا أحب الشكشوكة بس بدون طماط علشان الحرقان. يا أهلاً وسهلاً. هلا والله وسهلاً. يا ألف ومية مرحبا. يا مرحبا، دوب ما نور المطعم سكت الباب. ايوه انا قلت لها اسكت بس انت تعال تعال ابغى ام عاد. على كل ذا كله لي انا وتستاهل اكثر لو قدرت اسوي لك. الحمد لله انك ما جبت احد معاك، لانه في موضوع بيني وبينك ابغى اقول لك عليه. كرومي ترى طايره بالعجه من امس. كرومي كرومي كرومي، انا ماني بكرومي، انا عامر علي. اوكي، واذا ما انت مصدقه الحين اوريك. توكلنا. ها شوفي، عامر علي ومطعم ثلاث تطعيمات. لا راح تفكيرك للغلط. أنا أقول لك، أنا من 20 سنة وأنا عايشة وحدانية. من يوم ما توفى كرومي الله يرحمه زوجي عشت لعيالي وعشت الخير هذا اللي أنت شايفه. عندي سلسلة مطاعم في المملكة زي ما أنت شايفها، بأشتغل وأشقى. عمري ما فكرت إني أتأهل أو أتزوج أو يكون معايا إنسان، لكن من يوم ما شفتك تشبه كرومي، فيك شبه كبير منه. عشان كده أنا محتاجتك. ما في موية؟ يا ولد بالحلال بالحلال. إيه بس أنا طفران، وفطوري وغداي وعشاي كله تحديات. يا ولد طفران بلا طفران. أنت لما حتتجوزني حتملك قصر وأعطيك أفخم سيارة، وحتى كمان أعطيك 5000 ريال في الشهر راتب، وألففك العالم اللي ما كنت تحلم بيها. ها إيش قلت؟ والمقابل وشو؟ الزواج يا تنك، قصدي يا كرومي. يا عيال عرضت علي الزواج وأنا إلى الآن ما مصدق. الموضوع ما دخل مخي. كم عمرها تقريبا؟ كبيرة. كم؟ 40؟ 40 برا، يبغالي 400. يا عمي ما يهمك العمر، دامك تقول شبعانة وعندها سلسلة مطاعم بتناغني غاك، توكل على الله. وانا عمي تزوج مديرة مدرسة وتسدد الفواتير واشترت له بيت، والحين بيتزوج الوكيلة. يا ابن الحلال، ترى الكبيرة تكون انضج وافهم من الصغيرة، بتختصر عليك امور كثيرة في الحياة. خذها متع عمرك بدراهمها لين ربك يفرجها. اذا ما تبغى تتزوجها انا بتزوجها. كل تراب واحترم نفسك، مالك شغل محارمنا تفهم. ابشركم قررت اتزوج. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عامر هذا أحلى خبر سمعته بحياتي. ناطرين بالعجة. من هي بنته؟ ها؟ ساقها القدر، أقصد من جماعة شكش. بس بنت عز وعندها خير. ما دامت بنت عز وعندها خير أكيد بيجلدوننا بالمهر. لا 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 يبا، هو بجلديننا بالمهر. أنا مضبط الأمور والبنت مرة مرتحت لي، وهي قالت لي بنفسها أنا مشتري رجال. يا أبو عامر وش لك بالأسئلة السلبية؟ خلنا نفرح بالولد دام إنه عزم يتزوج. شايفة يا نوف؟ شك
لبيت عز، وش ذي الطيحة اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يما وراك ماسكة الورد كذا، حطي حطي. ما شاء الله وش ذا الزين. انتي عروستنا لنيا؟ انا رحاب، العروسة شوية وبتنزل.